معرض الفن التشكيلي الخامس بمهرجانات علي برحب فيكم فنانين ومشاهدين من كل العالم، خصوصا من الدول العربية الشقيقة كلها. وفي عنا سنة فنانين من كل لبنان مميزين أول مرة بيحضروا معنا بمهرجانات علي ليقدموا أجمل أعمالهم وأفضل ما توصلوا له بالفن الحديث والجميل واللي بيهدف لمعالجة مشاكل الناس النفسية، بدنا نقول اللي منزعل وهم وهيك، لما بيشوف هالأعمال بده يرتاح. وفي عنا اللي بده يقولوا شيء السنة جديد مميز، في عنا فنانين جايين من مدارس عالمية من أمريكا ليفرجوا العالم من أعمالهم الطاقة الإيجابية، بسموها البوزيتيف انرجي، بأعمالهم بلا ألوانهم اللي بحطوها وبالشكل اللي بيرسموا، طريقة تنسيق الألوان اللي رح تشوفوها بهالأعمال هي لحالها ممكن تعمل رياحة وريلاكس، ممكن تترك أثر من المحبة وتترك أثر شوي من الفرح عند الإنسان. وهذا هدف العلم اللي توصلوا له من خلال مثل ما في غيرنا من زمان أكيد سبقونا بالموسيقى، حكوا عنا بمجالات كتيرة. بسنة أول مرة رح نستقبل بمهرجانات علي بمعرض الفن التشكيلي هيدا النوع من الفن، بالإضافة لإبداعات الفنانين اللي هي نتيجة خبرة سنين وشغل سنين تعبوا عليها ليقدموا لنا إياها. في كتير ناس ما بيعرفوا إنه بالاقتصاد الفن شو دوره، في كتير ما عندهم فكرة قديه مهم إنه نعرف إنه اللوحة أو العمل الفني هو استثمار، هو قطعة بيزيد سعرها ما بينقص، هي بيتسابقوا عليها بأسواق أوروبا وأمريكا ليصير عندهم هذا العمل الفني اللي على طول أسعاره بتزيد، بدون ما ندخل بتفاصيل الملايين اللي في لوحات عم تنعرض بملايين من الدولارات. فبحب بس الفت انتباه انه نظرة الناس يتعودوا يشوفوا انه الاعمال الفنية والنظرة للوحة هي نظرة الى قيمة حتى بالاقتصاد. ورغم كل شيء نحن هلأ عم نمرق عليه عم نمرق معنا بلبنان، قدي دور هالمعرض الفن التشكيلي هو فعلا بلسم للناس وبلسم لكل واحد منا عم بيحضر وعم بيشوف. ومن علي ومن مهرجانات علي كمان منقلكن قدي علي عناطرة وبترحب بالسواح وبالسياحة اللي هي عم تسترجع تاريخها السنوي، هي عروس المصايف، وطبعا بانتظار كل الزوار اللي تعودونا يكونوا ضيوفنا بكل سنة، أهلا وسهلا فيهم. علي على طول حاضرة لتقدم أفضل ما عندها لضيوفها ولأهلها ولكل السواح. بتمنى الكل يحضروا ويشاركوا معنا ويشجعوا الفن ويبحثوا ويخبرونا كمان شو بيطلع معهم، شو عم بيلتقوا، شو عم بيشوفوا. إن شاء الله يكون معرض ناجح، وبتمنى للجميع النجاح كمان، وناطرينكم 23 جولاي بسامبوزيوم علي، معرض درج الفن، درج البسين، وعلى أمل إنه نلقاكم بمعارض تاني، وإن شاء الله نشوفكم بخير.